حياكم الله مشاهدينا الكرام. أليس السوريون الذين دفعوا الغالي والنفيس من أجل نيل حريتهم وكرامتهم هم أحق الناس بقطف ثمرات الديمقراطية؟ ألم يكن مطلب الثوار واضحا منذ اليوم الأول في الثورة بمطالبتهم بإنهاء الاستبداد والعيش بكرامة، وهم الأقدر على رسم مستقبلهم وتحديد من يقود بلادهم؟ لكن بعد مرور أكثر من 10 سنوات وبعد أن دمر النظام سوريا وأزكى نار الطائفية بين أهلها، هناك من يقول أن سوريا الآن هي بحاجة للأمن والغذاء وبناء المؤسسات أكثر من حاجتها للديمقراطية، وأن الديمقراطية عندما تبنى على مؤسسات مشوهة ستنتج ديمقراطية مشوهة كالديمقراطية اللبنانية والعراقية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد علي رشيد الحسن، رئيس هيئة القانونيين السوريين للعدالة وحقوق الإنسان. حياك الله أستاذ علي. كما يسعدني أن أستضيف الدكتور سعد وفائي، سياسي ومحاضر في جامعة حلب الحرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين. حياكم الله. كما أرحب بالحضور الكرام، حياكم الله جميعا. أبدأ معك دكتور سعد، هل الديمقراطية مناسبة للوضع السوري الحالي؟ يعني أنا أعتقد أن الديمقراطية هي جزء من الدولة الحديثة، ولذلك لا يمكن أن تبني دولة حديثة دون أن تبني مؤسسات الدولة مبنية على الديمقراطية، مبنية على العملية الديمقراطية. ويجب ألا نخلط بين موضوع الديمقراطية كآلية أصلا يجب أن توصل الشخص المناسب للمكان المناسب، وبين ما يعني يؤثر على هذه الديمقراطية من إلغاء بعض المؤسسات، مثل ما حصل في تونس مؤخرا موضوع المحكمة الدستورية. غياب المحكمة الدستورية سمح بغياب الديمقراطية، وليس أن الديمقراطية غير مناسبة للتونسيين. غياب الغرفة الثانية في البرلمان العراقي، أصلا البرلمان العراقي في الدستور العراقي مبني من غرفتين وليس من غرفة واحدة، هو الذي يؤثر على ما يحصل في العراق، وهو الذي يؤثر على العملية الديمقراطية في العراق. فبناء المؤسسة مؤسسات الدولة بطريقة صحيحة يجعل الديمقراطية تتفعل، وهذه المؤسسات لا يمكن أن تبنى عبر الديكتاتورية أو عبر حكم الشخص الواحد أو عبر الهتلرية أو التوتالرية أو الشمولية. لابد من عملية ديمقراطية فيها تفاعل حقيقي وتبادل أدوار وتبادل آراء، ويعني الموضوع يصل الموضوع إلى موضوع 51% و 49%، يعني حتى تبنى مؤسسات الدولة الحديثة. وإلا إذا غيرنا رأينا في أي لحظة من اللحظات سنعود إلى حكم الاستبداد، وحكم الاستبداد لا يمكن أن يأتي بخير أبدا. يعني نعم. أنتقل للسيد علي. سيد علي، هل الديمقراطية حاليا هي الحل للوضع السوري الحالي؟ طبعا مثل ما تفضل أستاذ سعد، الديمقراطية في سوريا عاشتها سوريا سابقا منذ عام 1943، كانت الديمقراطية في أوجها قبل أن تكون الدولة السورية التي أسسها البعث وأسسها الأسد منذ 50 عاما. في عام 1943 الدليل أنه كان الشعب السوري يعيش الديمقراطية في أوجها، والدليل أنه النجاح فارس الخوري، حتى استلم فارس الخوري رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة، وفي يوم من الأيام كلف في وزارة الثقافة وهو من الأخوة المسيحيين. كذلك خالد بقداش من الحزب الشيوعي، عندما كانت تجرى الانتخابات منذ عام 1943 إلى 65 كان الحزب الأخوان المسلمين لا يتجاوز نسبة النجاح بين 4% و 9%. هذا دليل على أن الشعب السوري كان يعيش فترة من الديمقراطية وكان مؤهلا لاستمرارها، ولكن جاء حزب البعث، الحزب الواحد والحزب القائد والحزب الذي استلم كل مفاصل الدولة، الديكتاتوري الذي ألغى دور المواطن، والشعب السوري هو أكثر الشعوب مهيئة للديمقراطية، والدليل تعايشه أكثر من 50 عاما في ظل أعتى وأكبر نظام مجرم في العالم 50 عاما، وما زال الشعب السوري عايشه حتى عام 2011 انطلاقة الثورة المباركة الذي خرقت الجدار الذي بناه النظام الأسدي. في الوضع الحالي، هل
الديمقراطية هي يجب أن تكون هي الحل الأنسب. لا مجال لبناء سوريا بدون ديمقراطية والمواطنة، هما الباب الوحيد لاستمرار سوريا في المستقبل. نعم، رأي الجمهور حبذا لو تصوتون، هل الديمقراطية هي الحل لوضع سوريا الحالي؟ حبذا لو تصوتون عندكم في الرابط. وأعود لك دكتور سعد، يعني الآن سوريا مدمرة بشكل كبير، الاقتصاد مدمر، هل تستقيم أن يعني أن نقدم أولوية للديمقراطية على أن نقدم الأولوية للغذاء والدواء والأمن للمواطن السوري؟ كيف يأتي الغذاء والدواء؟ من يقول أن ربطة الخبز هو أمر غذاء؟ يعني هو أصلا أمر سياسي، يعني غلاء الخبز ورخص الخبز أمر سياسي، فتح الاستيراد وأغلاق الاستيراد هو أمر سياسي، المعاهدات التجارية بين الدول هو أمر سياسي. من يعتقد أن السياسة معزولة عن أمر الاقتصاد، عن أمر المجتمع، عن أمر الغذاء، عن أمر الأمن، أنا أعتقد أنه يحتاج إلى إعادة وجهة نظر. ومدام الأمر عملية سياسية، فالعملية الديمقراطية هي عملية أساسية في العملية السياسية في الدولة الحديثة. الموضوع ليس حديثا، ليس الأمر حديثا، الأمر منذ تأسيس دولة المدينة المنورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي الشعب حتى في خصوصيات بيته، بما أن بيته أصبح شأنا عاما، فعند حادثة الإفك بدأ يأخذ برأي مجلس الشورى الكبار الصحابي ومجلس الشورى شباب الصحابي، الشباب والكبار، بمعنى أنه يعني أمر، لأن الأمر أمر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عام. فهذا الموضوع لذلك وصلت وتتصل الأمور إلى أن يشارك الشعب في موضوع صناعة اقتصاده، صناعة أمنه، صناعة غذائه أو سياسات غذائه. إذا لم يشارك الشعب في صناعة غذائه وولينا علينا 4 أو 5 أو 6 القيادة القطرية، القيادة القومية، يعني فهؤلاء يتحكمون بالغذاء ويتحكمون بالدواء ويتحكمون بالأمن ويتحكمون. سنأتي يوم من الأيام ونرى أن الأخطاء أكثر من الصحيح، ونرى أن الانسدادات أكثر من القنوات المفتوحة، ونصل إلى ما وصلت إليه أوطاننا. يعني برأيك الديمقراطية هي من سيجلب الغذاء والأمان، ويعني سوف يبني مؤسسات قوية في الدولة؟ هي الآلية الأفضل التي وصلت إليها البشرية، بغض النظر عن أنواع الديمقراطية. الديمقراطية ليست يعني نوع واحد. بغض النظر، لكنها الآلية الأنسب لصناعة الدولة ولمشاركة الشعب بصناعة سياساته ودولته هي الديمقراطية. هذا ما وصل إليه اليوم العقل الإنساني. قد نصل إلى تطوير هذا النموذج أو هذا الأمر ونسميه أمر آخر، لكن لا بد من أن يصنع الناس أمنهم وغذاءهم ودواءهم وسياستهم التعليمية وسياستهم الصحية. إذا لم يصنع الشعب هذا الأمر، سيتحكم 4 أو 5 من الناس ويقولوا أنه أبو فلان أو أبو علان، وترجع الموضوع ل يعني نعم. دعني أشرك السيد علي، هل يعني أنت متفق مع الدكتور سعد؟ طبعا متفق معه في جانب، ويجب أن تكون الديمقراطية الحل الأنسب في سوريا. لا مجال ولا هروب من الوضع الذي نعيش به إلا بالديمقراطية والمواطنة. الشعب السوري في الوقت الحالي وسابقا عاش هذه الفترة النظام الاستردادي، ولكن دوما الشعب السوري متسامح. وفي الوقت الحالي لو انتهت وضعت الحرب أوزارها وغادر هذا النظام المجرم سوريا، لعاد الشعب السوري متجانسا، ولبدأت الديمقراطية الحقيقية يعيشها الشعب السوري. وذلك الفترات السابقة لا يعرف الشعب السوري لا الطائفية ولا العنصرية ولا يعني هذه من الطائفة الفلانية وهذا من الطائفة الفلانية. والعشائرية كانت سابقة من أوجدها وأججها النظام السوري، ولكن في حال ذهاب هذا النظام الفاسد والذي هو كان سبب غياب الديمقراطية بسوريا، لعاد الشعب السوري واستمر على ما كان عليه سابقا قبل استلام هذا النظام واغتصابه للسلطة منذ أكثر من 50 عاما. وأنا أتوقع أن الشعب السوري أكثر الشعوب مهيئة للديمقراطية، خاصة بعد هذه السنوات العجاف الذي عاشها. لا مجال ولا مناص ولا هروب من الواقع الذي نعيش به إلا بالديمقراطية والمواطن. نعم،
أيضا الجمهور صوت بشكل يعني جماعي الكل أن الديمقراطية هي الحل الناجع لسوريا في الوقت الحالي. هل هناك مداخلة من الجمهور حبذا لو هناك أي سؤال أو أي تعليق على الموضوع؟ تفضل المايك فقط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نور فجلي سائر من مدينة حلب. نحن نفتقد للديمقراطية منذ 50 عام مثل ما تفضلوا الأساتذة عند اغتصاب المجرم حافظ الأسد الحاكم السلطة، ولكن بإذن الله تعالى سوف نعيدها ونكون شركاء مع جميع الطوائف والأديان في بناء مؤسسات حرة بإذن الله تعالى. نعم، حضرتك عرفت حالك، كنت عضو بمجلس مدينة حلب الحرة. نعم، وما زلت عضو في الأمانة العامة في. نعم، كيف كانت العملية الديمقراطية؟ كان هناك يعني تجربة ديمقراطية في مجلس مدينة حلب؟ نحن عشنا فيها بمدينة حلب، كانت كتير نزيهة وكتير جميلة، وبإذن الله تعالى نرجع نعيدها، ولكن مو بس في حلب، بكل سوريا بعد زوال هذه العصابة الأسدية المجرمة. كم مرة تبدل المجلس مدينة؟ 4 مرات. خلال كم سنة؟ المجلس تأسس ب 15/3/2013 لحين خروجنا القصري من حلب بعام 2016. إذن يعني تبدل 4 مرات. 4 مرات كان الكرسي دائما يدور، ما حدا كان متمسك فيه. إذن يعني تجربة ناجحة. نعم، كانت جميلة رائعة جدا. نعم، هل كان هناك يعني استقطاب ما من أجل الحصول فقط على أصوات؟ لم يكن هناك إنجازات؟ لا 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 أبدا، كان هناك دائما إنجازات. إنجازات يعني الناس وبشكل دائم. إنجازات. نعم. بشكل دائم. هل كان هناك أيضا يعني وعود انتخابية؟ هل كان هناك جدول أعمال لكل مرشح؟ طبعا، لكن أي مرشح كان بده يقدم كان يقدم جدول انتخابي ويطرحه على المنتخبين. كان في نزاهة عام من عند كنا موجودين عرض حلب. نعم، يعني هذه تجربة ناجحة كانت في مدينة حلب. أختم بها الجزء الأول من هذه الحلقة، فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لأنها نبض المجتمع السوري، ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان، وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصورة. نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزا على رأس الساعة ومفصلا بالنشرات. نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين. كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم، ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية، لتكون حلب اليوم بوصلة الخبر والصورة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي المحامي علي رشيد الحسن، كما أرحب بالدكتور سعد وفائي وبالحضور الكرام. سيد أو دكتور سعد، أنت يعني ذكرت ما حدث في تونس منذ أيام، وقلت بأن يعني ما اتخذه الرئيس التونسي بإيقاف العمل بالمؤسسات التشريعية سواء مجلس الشعب يعني بسبب غياب المحكمة الدستورية، لكن أيضا هناك من يحاجج بأن ما فعله الرئيس التونسي الحالي بأنه كان يجب أن يفعلها، البلد معطلة، الحكومة غير فعالة، مؤسسات الدولة لا تعمل لمصلحة المواطن. أخي يعني لابد يعني لابد أن يعني أنا أعتقد يعني لا أريد أن أفرض رأيي على أحد أو أقول لابد، أنا أعتقد أن ما فعله الرئيس قيس يعني الرئيس التونسي هو خطأ كامل، يعني خطأ وهو انقلاب حقيقي بكل معنى الكلمة بدون أي شك. بالأساس لا يمكن أن يغلق البرلمان بالدبابة ثم نتكلم عن أن هذا هو عملية لا بد منها. من يستطيع أن يقول أن الرئيس التونسي هو الذي يملك الحقيقة وهو الذي يملك الإمكانية في صناعة مستقبل تونس؟ شخص واحد من ملايين التونسيين يتكلم يقول أنا الذي أملك الحقيقة وأنا الذي أملك، هو أصلا شخص منتخب يعني قبل البارحة لم يكن رئيسا بالأساس، بمعنى أنه لم يكن يعني يملك وجهة نظر من وجهة نظر التونسيين. هذا الأمر مهم جدا أن نعرف أنه لا يمكن أن يصيغ المستقبل سوى الناس سوى الشعب. المفهوم الدولة بالأساس ما هو؟ أصلا بالأساس كنا نعيش بدون دولة، يعني قبل التجمعات البشرية قبل ذلك كانت تعيش بدون دولة. عندما شعرت أنها تحتاج إلى إدارة قامت بانتخاب بعض الأشخاص منها وقالت ديروا شؤون هذا الموضوع، بمعنى أني أعطيتك أنت المدير أنت صاحب السلطة أعطيتك جزء من حقي بالأساس، لكن لابد أن أشارك في حقي في صناعة هذا الأمر. يعني هذا أنت لست لا تملك الحقيقة وأنا تغيب عن الحقيقة، كل ما تملك أنك تستطيع أن تدير لأني وكلتك عن نفسي بالإدارة بالأساس. هذا المفهوم الحديث للدولة غاب عن الوطن العربي أو عن البلاد التي العربية التي نشأت أصلا بعد الانفصال عن السلطنة العثمانية عن الدولة العثمانية. هذا الانفصال ونشأت الدول العربية لم تنشأ فيها أصلا بالأساس مفهوم الدولة، نشأت فيها مفهوم الأشخاص، الأسد وإلا نحرق البلد، بورقيبة ويعني يبقى تقصد يعني بعد الستينات، لكن قبل ذلك كما ذكر الأستاذ أن يعني كان هناك ديمقراطية كان هناك تداول يعني السلطة. طبعا نحن بين 46 وبين 52 بين 46 وبين 52 يعني هي 12 بين 58 12 سنة عشنا فترة ديمقراطية، 12 سنة عشنا فترة تداولية للسلطة ويعني عاصم، مع ذلك العسكر تدخلوا وقاموا بانقلابات أكثر من عدد السنين، يعني يكاد يكون أنا كل سنة انقلاب أو عنا 14 انقلاب على ما أذكر خلال 12 عام. ثم جاء انقلاب الأسد وسمى سوريا الأسد، يعني أصبحت سوريا باسم الأسد، وسميت البلاد العربية بشكل عام كل البلاد العربية بشكل عام سميت بأسماء أشخاص لم تسمى بأسماء الشعب، لم يكن موجود الشعب بالأساس، ووكل عن الشعب شخص واحد، هذا الشخص هو الذي يقول أن للشعب موت يموت ويقول له عيش فيعيش، يقول له في عندك خبز بيصير عنده خبز، ما في عندك غاز ما بيصير عنده غاز، في عندك كهرباء تنقطع في عنده كهرباء تنقطع أو في عنده كهرباء تصل. هذا الأمر في بعد بالقرن 21 إذا تحقق في يوم الأيام في القرن 20 محقق جزء من أنواع يعني ما أقول استقرار وإنما أقول أنه يعني استمرارية في هذا الأمر، في القرن 21 أصبح مستحيلا. ويمكن أن تنشئ حكم الفرد الواحد سواء كان في تونس أو في غير تونس، حكم الفرد الواحد سينشئ فوضى أكثر من الفوضى التي يمكن أن تنشئها أي أنظمة أخرى. نعم، لكن يعني أنت تقول أنها مستحيلة، هناك نظام السيسي الآن قائم في مصر. قائم لكنه على ماذا؟ على يعني أنا يعني على تيران وصنافير أم على سد النهضة؟ على أزمة سد النهضة
أم على أزمة على أم على أزمة البنى التحتية المتهاوية أم على أي أزمة من الأزمات؟ لا، هذه الأزمات إن لم تظهر بعد يعني أعوام، يعني بضع أعوام، ستظهر بعد عقود، وستظهر بطريقة تسيء لكل ما الماضي والحاضر والمستقبل، وتسبب كوارث بقدر ما لو سببتها العملية الانتقالية التي نحن نقول عنها في بعض الأحيان أنها هي سبب من أسباب المشاكل. العملية الانتقالية التي حصلت في تونس خلال 10 سنوات الماضية، التي هي أصلا بالأساس وصل الناس، من قال أنه لا يوجد فقر ويوجد في بطالة في تونس يعني في 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 عهد في 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 العهد الماضي، عهد زين العابدين؟ زين العابدين من قال؟ نعم، من أعلى المعدلات، من أعلى المعدلات. لكن كل ما الفارق بينها في الحالة الديمقراطية بدأت أستطيع أن أتكلم وأقول أن هناك أرقام. هذه الأرقام التي تظهر يحتج بها الدكتاتوريين فيقول شوفوا رفعوا الأرقام، هذا مو صحيح. نعم طبعا، يعني في هذه الحلقة نحن لا نروج للاستبداد والديكتاتورية، طبعا نحن ضد كل هذا، لكن يعني هناك نقاش بأن في المرحلة الانتقالية يجب أن تكون السلطات هي يعني ليست ضمن مؤسسات ديمقراطية من أجل بناء أسس قوية. سيد حسن، هناك من يقول بأن بناء يعني مؤسسات يجب أن يسبق بناء الديمقراطية كي لا نصل إلى ما وصلت إليه الديمقراطية اللبنانية والديمقراطية العراقية. العراقيون ينزلون يصوتون ثم تنقطع عنهم الكهرباء. نعم، علينا قبل كل شيء، قبل بناء المؤسسات وبناء الدولة، علينا بناء الإنسان. ما هدمه هذا النظام للإنسانية بشكل عام، علينا إعادة بناء الإنسان من جديد وتهيئة الإنسان السوري من أجل الانتقال إلى السلم إلى الديمقراطية. هل المواطن السوري في الوقت الحالي مثل ما تحدثنا سابقا؟ نعم هو مهيئ، ولكن علينا إعادة ترتيب هذا الشخص إلى الديمقراطية التي قام من أجلها في هذه الثورة. المواطن في الوقت الحالي ليس لديه أقل وسائل الحياة، وليس في الوقت الحالي على المواطن السوري يفكر في الوقت الحالي أطعمني كي أعيش وأفكر بالديمقراطية، أمن لي أول قبل كل شيء، قبل الديمقراطية أمن لي قوت عيالي، أمن لي مستلزماتي الشخصية والطبية. هذا إذا تحدثنا في الشمال السوري. أما ما هم موجودين من أهلنا داخل سلطة النظام السوري في الوقت الحالي، قد يحلم المواطن في رغيف الخبز. إذا عندما تتحدث للمواطن وتقول هل أنتم مهيئين للديمقراطية، يقول لك لا أريد الديمقراطية في الوقت الحالي، أمن لي غذاء يومي أنا وعيالي كي نعيش إلى غدا، ولا أريد شيئا. هذا ما يجب أن نفكر فيه. هذا أولا، علينا بناء الإنسان من جديد. ثانيا، النظام السوري بنى المؤسسات الحكومية والدوائر على النظام الشخص الواحد. عندما يكون وزير العدل هو من السلطة التنفيذية، هل هناك فاصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية؟ هل هذا هناك فصل سلطات؟ علينا فصل قبل كل شيء، فصل السلطات ومتابعة هذا الأمر حتى يكون في المستقبل بناء النظامي للمؤسسات الدولة وتقوم بدورها الفاعل. غيب النظام السوري المؤسسات الدولة بشكل كامل عن كل ما هو ديمقراطي. نعم، في هذه المرحلة الانتقالية يعني قلت بأننا بحاجة لبناء الإنسان وبحاجة لبناء المؤسسات، كيف وما هي شكل هذه المرحلة؟ في الوقت الحالي يعني من منظوري الشخصي أرى انتقال سياسي للسلطة لا مفر منه في الوقت الحالي. الأطراف كلهم عجزوا عن مثلا سواء المعارضة أو النظام بالسلاح، فأصبح في الوقت الحالي الانتقال السلمي للسلطة، ثم بعدها يبدأ هذه السلطة بيد لنفترض جهات معروفة للشعب السوري تقوم بإدارة مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر أو سنة. في هذه الفترة يكتب دستور سوريا المستقبل من قبل متخصصين وليس من قبل أشخاص ليس لهم علاقة في الدستور، ثم بعدها تبدأ مؤسسات الدولة في إنشاء نفسها بنفسها وتحديد الشخص المناسب في المكان المناسب، ومبدأ فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حتى لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بعد هذا الانتقال السلمي للسلطة. نعم، يعني سأسمع تعليق الدكتور سعد على هذه الرؤية للمرحلة الانتقالية، وأيضا سنشرك الحضور الكرام، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا.
بين تحد وإصرار يشق طلابنا طريقهم نحو مستقبل أفضل. سنكون بينهم نسلط الضوء على نشاطاتهم وإبداعاتهم وقصص نجاحهم. مواضيع عدة نضيء عليها أسبوعيا في برنامج كراسات، فكونوا معنا ومعهم. الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور سعد، سمعنا سوية رؤية السيد علي حول المرحلة الانتقالية، ما هو تعليق؟ أخي، لا يجب أن لا نتشوش بأن موضوع بناء الإنسان وبناء المؤسسات بأننا نحتاج إلى حكم فرد واحد يقوم في بناء الإنسان أو بناء المؤسسات أو حكم مجموعة معينة، خاصة إذا كانت هذه المجموعة من الجيش، يعني مشان نكون واضحين، يعني لجنة عسكرية أو لجنة. هذا الأمر عادة أو في تاريخيا لم يأتي بخير، ولم يستطع يعني ما بس فقط عندما يتدخل الجيش في السياسة تبدأ الاضطرابات وتبدأ المشاكل حقيقة بشكل واقعي. والتركية وصلت إلى ما وصلت إليه عندما عزلت الجيش عن السياسة بشكل كامل، والمعايير الأوروبية أصلا بالأساس من أجل انضمام الاتحاد الأوروبي لابد من فصل الجيش عن السياسة بشكل كامل حتى يستطيع أن ينضم أي دولة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي نرى أن الاتحاد الأوروبي بالرغم أنه يعاني من أزمات كثيرة لأنه يعالجها بطرق أقرب ما يكون إلى الصحة، والله أعلم. الموضوع أما موضوع المرحلة الانتقالية فلا يجب أنه موضوع بناء الإنسان. بناء الإنسان يمر أصلا بالأساس عبر العملية الديمقراطية، وإذا أردنا أن نبني الإنسان ممكن أن نبني الإنسان من الآن. فيعني بمعنى أننا يجب أن لا يعين عريف الصف في الصف الأول ابتدائي في المدرسة من قبل الأستاذ، من قبل معلم الصف، لأنه نعم هذا يعني هذا تتكلم، لكن هذا ليس في ظل دولة البعث التي يعني كلنا تربينا أن دولة البعث يعني الآن ما هو الحل؟ الآن موجودين نحن في الشمال السوري على سبيل المثال، الآن موجودين في الشمال السوري، والحل الانتقال السياسي إلى حكم مدني مبني على قواعد ديمقراطية حقيقية محكومة ومفعلة بكل المؤسسات، المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية والمؤسسة التنفيذية مفعلات بشكل كامل، وتضمن تكون هذه المؤسسات وذات المؤسسة التشريعية تكون ضامنة لمشاركة كل شرائح المجتمع، كل مكونات المجتمع السوري مشتركين في هذه المؤسسة التشريعية، سواء كانت هذا الضمان عبر غرفة واحدة أو عبر غرفتين. يعني كل الضمانات يجب أن تأتي أنه ما يبقى أحد من مكونات الشعب السوري خارج صناعة قرار سورية. نعم، لا يعني أيضا في تونس، إذا عدنا للمثال القريب، تونس القريب زمنيا، يعني العسكر هم بعيدون عن ما حصل الآن، يعني الرئيس المنتخب دستوريا وديمقراطيا. استاذ بشر، انا ما قلت انه يجب ان يكون فترة الانتقالية عن طريق العسكر. نعم، انا قلت يعني كنت ساعود لك. نعم، الانتقال سلمي سياسي عن طريق اشخاص سياسيين معروفين بخبرتهم وحنكتهم السياسية. لم اقل واطلب ان دخل العسكر، انتقل الانتقال عن طريق مثلا لجنة عسكرية او مؤسسات عسكرية. انا لست مع ادخال العسكر في الحياة السياسية. ثالثا، مثل ما قال الأستاذ سعد، لا، يجب علينا بناء الإنسان. إذا وجدنا التجارب الموجودة في الغرب نجد أنهم بدأوا من الحضانة في الصف الأول في الثاني في الثالث. عندما يبدأ الإنسان وبناء الإنسان من الأطفال سيكون في المستقبل مجتمع لديه ديمقراطية حقيقية يعلمها الطفل منذ الصغر.
يعني حتى لا يفوتنا مثل ما قال الأستاذ، لا يجب علينا بناء الإنسان. ولو إذن الشعب السوري هالفترة التي مرت عليها في الوقت الحالي تحدث في الشمال المحرر، ولكن الشمال المحرر هناك ديمقراطية للأطفال، بدأوا الأطفال ببناء عن طريق المنظمات الموجودة في المدارس وفي الروضات. علينا إعادة بناء الإنسان نفسيا، تهدم من كل شيء، هدمه هذا النظام المجرم بأفعاله التي بالفعل ينتهى لها الجبين. نعم. يعني أنا بالنسبة لتونس، بالنسبة أولا شكرا لك أستاذ علي، أنا يعني معني هو بالفعل يعني لم يقل مجلس عسكري، أنا ما قلت العسكر. نعم. يعني أنا لمحت فقط من كلامي أنه الفترة الانتقالية لابد من أشخاص معروفين، أشخاص معروفين بمعنى أنه الأشخاص غير معروفين. قد تكون أنت منهم أستاذ سعد، ولك باع طويل، فأنت كدكتور جامعة ولديك خبرة طويلة، قد يكون نستفيد منك ومن خبراتك ومن أمثالك. لشرف، لكن يجب أن يختار، إذا كان اختار يجب أن يختار الناس، يختار نعم السياسي. الشعب هو من سيختار ممثلي في المستقبل. نعم. ولا يجب أن يفرض حزبا ما نفسه على 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 الشعب، ولا يجب أن يفرض يعني يعني أي شخص ما بطريقة أو بأخرى، بزعامة أو بأخرى على نفسه. طيب ماذا تقول الآن على على موضوع تونس؟ نعم، موضوع تونس، ثم سنذهب لموضوع موضوع المؤسسات، مدام القضاء العسكري والحكومة. مدام القضاء العسكري استدعى النواب التونسيين، فمعناها وراء هذا الانقلاب هو العسكر وليس قيس سعيد. السيد قيس سعيد مدني، لكن هناك من يدعمه، ومدام دبابة نزلت ومنعت رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان التونسي، من أن يدخل إلى البرلمان، فمعناه هذا الانقلاب عسكري ويدعمه الجيش. الجيش ليس مكانه في الساحات الداخلية، الشرطة المدنية هي التي مكانها في داخل البلد، الجيش مكانه دائما فوق الرؤوس لكن على الحدود. نعم، على الحدود، هو الذي يحمي الحدود، وهو الذي يحمي لكن لا يحمي الجيش، لا يحمي الحياة المدنية. الشرطة هم الذين يحمون الحياة المدنية. نعم، اسمع تعليقات الحضور، هل أحد لديه تعليق يحب أن يضيف شيء؟ أعتقد يعني بالنسبة لوضع تونس، أن نحن راقبنا بآخر فترة الأونة الأخيرة، هناك من يلعب من خلف الكواليس مثل ما تفضل الدكتور سعد، الموضوع أكبر ما كنا متصورين. دخول الجيش، والجيش غلط مثل ما تفضل الدكتور، أنه لازم يكون للحدود، ما لازم يكون بالمدنيين. وبالنسبة لوضع سوريا، نحب نطمن الكل، أنا قرأت معظم الثورات العربية والأوروبية، ثورات الشعوب بدها تنتصر، لابد من انتصارها، لا تكسر ولا تقهر مهما طال الزمان. ورسالة موجهة للموظفين بالمناطق المغتصبة، لا تخافوا مننا، نحن ما لنا إرهابيين، الإنسان الحر والنزيه والشريف رح يبقى مكانه، والإنسان ما هو كويس وما هو نظيف فاسد بده يطلع. فأنا تواصل معي أحد الموظفين فقال نحن خوفنا منكم، يعني نفسنا معكم بس عم خوف منكم. فهي الرسالة بحب أوجهها عن طريقة حلب اليوم، قناة حلب اليوم، أنت إذا كنت كويس بدك تكون شريك معنا وغيرك، ونفس الشيء. ونحن في إن ناس بتتابعنا أول بأول، مين الكويس ومين الفاسد ومين نفسه معنا ومين ما نفسه معنا. الله يعطيك العافية جميعا. هناك التجربة اللي في درعا منذ يومين، الجيش الحر عندما أسر مجموعة من عناصر النظام كانوا يتوعدون درعا بتدميرها. نعم. عندما تم أسرهم من قبل الجيش الحر قال لهم حرفيا أنتم أهلنا وأنتم ضيوفنا. إذن الجيش الحر ومن خرج على هذا النظام لديه قيم أخلاقية أعلى بكثير من هذا النظام، وسبق النظام بفترات طويلة. هذا النظام كرس الاستبداد، ولكن البارحة منذ يومين كان الجيش الحر هو دليل على أنه المتحررين ومن قاموا بهذه الثورة ضد هذا النظام هدفهم الديمقراطية، وطمنوا جميع الأسرة وقال لهم حرفيا أنتم ضيوفنا وأنتم أهلنا، وليس بيننا وبينكم سوى ما أوجده هذا النظام المجرم. نعم. يعني هذا أكبر دليل على الديمقراطية. نعم دكتور سعد. أستاذ بشر، أنا أقول شغلة بس، أنا الموضوع مشان بس ما نروح للموضوع، إنه الديمقراطية ليست وجبة جاهزة يمكن أن نتناولها يعني جميعا فنصبح في جزء من أجزاء من الدكتاتورية وفي شظف الدكتاتورية وفي يعني كل مهلكات الديكتاتورية إلى جنة الديمقراطية. الديمقراطية عملية انتقالية
تعاني منها مثل ما عانت منها تونس 10 سنوات، لكنها لو استمرت، لو قدر الله لها أن تستمر في تونس، ستأتي بكل خير. أما الدكتاتورية فيبدو عليها أنها تنهي الانقلابات وتنهي المشاكل، وتستطيع أن على سبيل المثال تنهي بعض المشاكل اللي هي الأمن، والأمن بالذات والذي غالبا ما يؤدي إلى بعض الانتعاش الاقتصادي، لكن مؤداها دائما إلى إيش؟ دائما إلى شر. لا يمكن أن تأتي الدكتاتورية بخير أبدا. هذا الكلام أصبح مثل المسلمة العلمية، مثل مسلمة أي مسلمة علمية، أن أمراض القلب تؤدي إلى كذا، أو أمراض الضغط تؤدي إلى كذا. هذا نفس الشيء بالضبط بالضبط، أن الدكتاتورية لم تأتي على أي نظام سياسي وتنجح. لكن الديمقراطية ألم تأتي بهتلر إلى الحكم؟ هي من أتت بهتلر إلى الحكم. نعم. لكن لولا استمرار الديمقراطية قبل هتلر وبعد هتلر لما وصلت ألمانيا إلى أن تصبح الآن بلاد نقصدها للهجرة، ويعني نتمنى أن نهاجر كثير من يعني شعوب العالم تتمنى الهجرة. يعني تقصد أنها أعادت بناء نفسها؟ طبعاً يعني هذه المسلمة ربما فقط كسرتها الآن الصين. يعني الصين بالرغم من أن نظامها استبدادي قمعي دكتاتوري إذا صح التعبير، لكنها يعني استطاعت أن تحقق نهضة اقتصادية في الصين. يجب أن نفرق بين النهضة الاقتصادية وبين النهضة الاقتصادية على حساب الناس، وبين أصلا النهضة الاقتصادية من أجل الشعب، من أجل الناس. الإنسان هو المكرم في العملية ككل. مدار العملية الاقتصادية لتكريم الإنسان، وليس مدار الإنسان لتكريم العملية الاقتصادية. يعني استعباد البشر من أجل أن أصنع اقتصادا هذا أمر مرفوض بالأساس. من قال أن الشعب الصيني الإيغور اليوم يعيشون عيشة يعني رغيدة؟ من قال أن معظم أصلا الشعب الصيني يعيش عيشة يعني عيشة بيبان عيشة حقيقية محترمة يستأهلها الإنسان؟ هذا مو صحيح. غالب الشعب الصيني يعيش في بطريقة غير يعني تحتاج الكثير من النضج والتقدم. نعم. من أجل أن تليق بمعيشة البشر. فالاقتصاد هو للبشر وليس البشر للاقتصاد. نعم تفضل. بالنسبة للوضع الصين في شيء يسمى رأسمالية الدولة، فأعضاء الحزب الشيوعي الصيني اللجنة المركزية هي المسيطرة على الاقتصاد الصيني، فهم أصحاب رؤوس الأموال وهم مسيطرين على الاقتصاد، بينما بقية الشعب الصيني يعيش كما قال الدكتور في فقر وعالة. يعني أقلية الإيغور ممكن أكثر من 1,000,000 عامل شغالين في المعامل الصينية، يعني تحت يعني معاملة البشر. يعني وبقية يعني الشعب كان هناك استعباد تريد استعباد أن تقول فيه وأغلبية الشعب الصيني، يعني الشعب الصيني 1,600,000,000، فممكن تقول 1,500,000,000 نسمة تحت خط الفقر، بينما ممكن 100,000,000 ولا أقل. بس هي فقط اللجنة المركزية ممكن 3,000 شخص حسب ما أذكر، هذول هم رأسمالية البلد ومسيطرين على اقتصاد البلد، والشركات الرأسمالية الغربية هي اللي مسيطرة على الاقتصاد. فيعني أنه تقول أنه دولة دكتاتورية ذات نهج يعني رفاهية وتحقق النمو الاقتصادي، لا. إذا نظرنا إلى الدول مثل كوبا، يعني الوضع في كوبا هو ثابت من عام 1959، من وقت استلم فيديل كاسترو الوضع الكوبي ثابت. إذا نظرنا مثلا إلى كوريا الشمالية، من وقت استلم يعني الحرب الكورية والدكتاتور موجود، فالوضع ثابت، يعني تحس أنه في عاجلة الزمن توقفت. بينما الدول التي سقطت فيها الدكتاتوريات مثل ألمانيا الشرقية، فجأة في خلال يعني سنة ولا سنتين بعد التكامل الاقتصادي ألمانيا الشرقية نهضت وصار فيها مؤسسات وشيء. فما في يعني ربما أيضا يعني أكبر مثال هو كوريا الفرق شاسع ما بين الشمالية والجنوبية، الشعب نفسه وتم تقسيمها. يعني نرى أن يعني وكأنما يعني سافرت في الزمن ما بين كوريا الشمالية والجنوبية. هو أساس بشر للديمقراطية مقومات، عندما وجدت في كوريا الجنوبية هذه المقومات استمرت الديمقراطية، ولكن من عرقل الديمقراطية في كوبا في كوريا الشمالية وجود الدكتاتورية، وهذا ما يقاس علينا في سوريا. الدكتاتورية ما زالت موجودة على رأس السلطة موجودة. هل في الوقت الحالي مطلوب أن الشعب السوري يجب أن يعيش الديمقراطية في ظل هذا النظام الفاجر الفاسد القاتل؟ من مقومات الديمقراطية زوال هذا النظام.
سيد علي، كيف تقرأ يعني تجلي الديمقراطية في مؤسسات المعارضة؟ هناك يعني عدم سماع لأصوات الناس، يعني عبارة عن تزكية للوصول للمناصب. طبعا أستاذي هذا سؤال جيد جدا، ولكن أنا وجهة نظري الخاصة أرى أن الشعب السوري ابتلي بهذا المرض، سواء من جهة المعارضة أو من جهة النظام، هم بالفعل وجهان للاستبداد. والدليل المؤسسات المعارضة ما زالت حتى هذه اللحظة ليست فيها ديمقراطية، ولو تداولت في الوقت الحالي كان هناك شخصان يتبادلون الرئاسة والنيابة والنيابة والرئاسة مثل ما حصل في روسيا سابقا. في الوقت الحالي قد يكون هناك، قد يكون بعض مؤسسات المعارضة، طبعا أنا تحدثت عن الائتلاف من مؤسسات المعارضة، ولكن هناك مؤسسات للمعارضة فيها من الديمقراطية يعطى بالفعل مثلا يحتذى به وممكن أن يقاس وممكن أن في المستقبل أن يسار عليه، ولكن المؤسسة الرئيسية المعترف عليه ولتمثل الشعب السوري هي الائتلاف، غير راضين عن عمل هذه المؤسسة على الإطلاق، ولا يوجد فيها شيء من الديمقراطية، ولم تقدم، قد يكون الدول لم تعطي هذه الهيئة أو هذه مثلا إمكانيات للعمل، ولكن لم تقدم للشعب السوري ما ترجاه من هذه المؤسسة، وأعطى في يوم من الأيام الثقة لهؤلاء الأشخاص. نعم، لديك مداخلة. وفاء ناصر، مدرسة لغة تركي. بدي أثبت على كلام الأستاذ علي أنه نحن بحاجة لتفعيل الديمقراطية من الصغر، من الحضانة. هلأ نحن المواطن بيعرف شو يعني الديمقراطية؟ شو يعني تعريف الديمقراطية؟ بيعرف؟ هيا المواطن ممكن تسأله بيعرف شو تعريف الديمقراطية؟ ما بيعرف، هو أداء الحقوق ويعرف شو واجباته. لا، ولكن نحن ما عنا هذا الإمكانية، ما عنا هي المهارة. نحن ربينا تحت نظام 40-50 سنة بقى يحكمنا، تعلمنا على القمع، السمع والطاعة، السمع والطاعة. وأي إنسان بيوصل لمنصب سياسي أو شيء بتحسه هو بيمارس القمع، يمارس اللي كان يمارس يعني عليه. السوريين الذين ذهبوا وصلوا لألمانيا لن يدلون بأصواتهم. هلأ نحن عم نحكي عن أيضا يعني نفس التربية. السؤال هو أنهم تربوا في يعني مدارس حزب الباس، الآن عش بنفوس الشعب هذا الفساد، صار بده تطهير. نعم، صار بدنا لكن الآن يعني يمارس حقوقه الديمقراطية في الدول الجديدة بكل يعني أريحية، جزء يصوت للمعارضة، جزء يصوت للموالاة، وذلك لا يفهم. هلأ اللي عم يطلعوا بالمعارضة كلهم حسب التصويت؟ لا لا، أنا بحكي على المهاجرين الذين يعيشون مثلاً، المهاجرين يجون في ألمانيا، في تركيا، هنا هناك من يخرج اللي عم يستلم بالمعارضة مثلاً حسب التصويت؟ تصويت مين؟ تصويت السوريين. السوريين كلهم عم بيصوتوا؟ جزء كبير. وين الدراسة هي اللي عم تبين انه عم بيصوتوا السوريين؟ وين التصوير؟ في جزء، في الدول استاذ بشر، في الدول التي يقيمون بها. نعم، يعني في ألمانيا قد يكون هناك من السوريين من صوت للحكومة الألمانية، للمؤيد او للمعارضة. نعم، هذا دليل على الديمقراطية. نعم، بس جزء الاخر تفس عليها. طبعا انا فكرت انه نحن المعارضة السورية، معارضتنا نحن. انا بحكي عن موضوعنا نحن، ف انه مثل ما قلت لك نحن لازم نشتغل على هذا الموضوع من الاساس. نحن ربينا مثلا على لعبة الكرسي، انا هي اكثر لعبه بكرهها وبكره اعلمها لو لطلابي يعني، او مثلا على الريف الصف لعبه الكرسي، الكل لازم واحد بس يقعد على الكرسي. مثل ما قلت حضرتك مثلا بالصين، لا كيف بدهم بيحطوا عدد كراسي اقل وعدد طلاب اكثر، كيف بدكم تحافظوا ما بصير حدا يضل واقف. فمن هون بتنشا روح الجماعيه وروح حب الديمقراطيه. نحن كمان هلا بالمعارضه مثلا، لما انسان او مع الثوار، لما انسان عم بيستلم بياخذ منصب، فبتحسه عم بيمارس القمع والناس عم بتخاف منه. لا، الشعب لازم يعرف هذا الانسان اللي وصل لهالمنصب هذا تكليف وليس تشريف. نعم. يعني انا انا لن ادافع كثير يعني عن الموضوع مشان ما يفهمني الاخرين. انا اصلا لست عضو بالائتلاف ولست عضو في المجلس الوطني قبل ذلك، لكني انا اقول انه تداول اليوم الكرسي متداول في الائتلاف، بمعنى أنه لو قدر يعني في لحظة من اللحظات ممكن أن يأتي شخص ويصحح مسار الائتلاف. المشكلة الأساسية في أن حكم الشخص الواحد أنه لا أمل لديك، يعني حتى لو كان ديكتاتورا وعادلا، أنا بمعنى عادلا، لكن المشكلة الأساسية أن العملية الديكتاتورية هي التي تأتي بالأخير بالأخطاء المتراكمة التي تؤدي إلى ما أدى إليه الحالة في اليمن، إلى ما أدت إليه الحالة في ليبيا، إلى ما أدت الحالة إليه في لبنان، إلى في سوريا. هذه الحالة في العراق
قبل ذلك هذه المؤديات الدكتاتورية دائما. وطبعا حتى في كوريا الشمالية المثل طبعا يعني واضح جدا، كوريا الشمالية كوريا الجنوبية. في موضوع المعارضة السورية، في مؤسسات المعارضة السورية هناك أخطاء كبيرة. ما الأسباب طبعا وراها أسباب موضوعية، تداخل الدول وغير تداخل الدول، التداخل الدول الكبير. لكن مع ذلك هناك شيء مهم جدا جدا، أنه لا يثبت على الكرسي يعني شخص أبد الدهر. نعم. وبالتالي ما زال لدينا أمل في أن يأتي شخصا يعدل هذه المسارات. وتجربة المجالس المحلية ومنها مجلس حلب تجربة يعني حقيقة يعني نقطة بيضاء بصحيفة الشعب السوري بشكل كبير جدا جدا، كل تجربة المجالس المحلية، لأن هناك لم يتمسك ولا واحد ولا دورة تمسك بها وقال أنا ما أعترف في هذه النتائج. وكان هناك نوع من أنواع التداولية في استقطاب، أنا ما أقول ليس هناك استقطاب، في استقطاب وأنا أعرف الاستقطاب. يعني أصلا أنا كنت مؤسس أول مجلس محلي، يعني أحد مؤسسي أول مجلس محلي لحلب بمجلس الانتقال الثوري. فأنا أعرف أنا أصلا بالأساس عندما نقلنا بعد 6 أشهر نقلنا العملية الديمقراطية وأسسنا والانتخابات حصل استقطاب، لكن هذا الاستقطاب يستمر لمدة سنة اللي هي الدورة الانتخابية أو 2 دورة انتخابية أو 4 سنوات في حال استقرار دورة انتخابية، وبعد ذلك يزول هذا الاستقطاب ويأتي بإيش؟ يأتي بحل هذا الاستقطاب. لذلك نرى أن تركيا وصلت إلى مرحلة مهمة جدا. ألم تعاني تركيا من حكم العسكر؟ عانت من حكم العسكر. ألم يعدم لها رئيس وزراء؟ رئيس وزراء كامل، الجيش أعدم رئيس وزراء. ما يعني الموضوع يعني رحمة الله عليه. لكن هذا الأمر بالأخير هناك تداول للسلطة، هناك بذور للعملية الديمقراطية. تقصد أن النظام الديمقراطي يصحح نفسه، يصحح نفسه لأن الشعب صحح. دكتور، هل أنت راضي عن عمل الائتلاف؟ أنت كنت في طرف لست مدافع عنه. لا لا لا. نعم. لا. هل أنت راضي عن عمل هذا؟ لا لا. بس أنا. هل يعني أنت راضي عن من قدمه الشعب السوري ليمثله في يوم من الأيام؟ هل قدم هذا الجسم الذي في الوقت الحالي تصدر المشهد السياسي؟ هل قدم للشعب السوري المضطهد والذي عانى الأمرين ما يجب أن يقدمه؟ مقدمه هذا الائتلاف؟ شوف. يعني مقصرين، كلهم مقصرين. هم نفسهم. في تقصير. أنا ما بقول أنا، بس أنا أتكلم على ناحية معينة. إنه ما زال لحد اليوم هناك تداول. يعني راح الدكتور نصر وإجا غير الدكتور نصر. التداول هؤلاء الأشخاص معروفين، العدد معروف من 0 إلى 100 وكذا، ولكن هل مثلا في الوقت الحالي مثل ما يقولوا لا يوجد بديل للنظام، لا يوجد بديل لهؤلاء الأشخاص في الائتلاف؟ لا يوجد. قد يكون هناك أشخاص أذكى ولديهم خبرة أكثر. لا ولديهم. خليني أشاركك القولة. بس أنا مثلا على سبيل المثال أنا أقول بتعميم الانتخابات، يعني أنا أقول بتعميم الانتخابات وتعميم الدخول إلى يعني إيجاد آليات لدخول الائتلاف. نعم. لعضوية الائتلاف، ولا تبقى عضوية الائتلاف محتكرة على الواحد للمية واحد، يعني الصفر للمية واحد، يعني سبيل المثال، وبالتالي يحصل تصحيح. لو قلت هذا النداء اليوم، أنا إذا قلت هذا النداء، نحن أصلا بالأساس قلنا أقل من ذلك مع بشار الأسد، أقل من ذلك بكثير مع بشار الأسد. شرطوا علينا يوم الأيام كمعارضة سورية في الداخل السوري، أنا من المعارضة السورية في الداخل السوري قبل الثورة السورية بزمن طويل، فشرطوا علينا أنه تدخلوا بتحاورونا لكن ما بتوصلوا للرئيس. قلنا له يا سيدي ما بنصل للرئيس. نعم. 12 مداخلة في الحوار الوطني، لم يتجرأ التلفزيون السوري على أن يبثها من أصل 250 مداخلة، 250 مشارك في الحوار الوطني في السبيل، في حديقة السبيل في حلب، 12 مداخلة منها للمعارضة السورية، لم يتجرأ التلفزيون، لم يبثها أبدا وكتب بدون مونتاج. يعني انت ربما تختلف، وقال وجهان لعملة واحدة. لا الدكتاتورية. مستحيل. في الائتلاف وعند نظام السوري. النظام السوري او النظام الدكتاتوري اصلا ما نرمز له دكتاتوري الا اذا انه لا يقبل التصحيح. النظام السوري لا يقبل التصحيح، يعني لانه اصلا ما طلبنا بشيء. نعم. ما طلبنا بس فقط بحرية الاحزاب. نعم. طلبنا بمعاملة الحزب البعث السوري كباقي الاحزاب، يعني طالبنا بأشياء أخرى، لكن يعني المواضيع المطالب كلها كانت 3-4 مطالب المعارضة السورية قبل الثورة السورية، ما لم ينفذ منها، بل سجننا ومنعنا من المغادرة وعلى هذه المطالبات.
بينما الآن تستطيع أن تدخل إلى الائتلاف وتمسك أي عضو من أعضاء الائتلاف من رئيسه لأنزله، تمسكه من تل أبيب وتقول له أنت صفتك مناعتك ما يعني عدم مؤاخذة نحن على يعني في حلقة تلفزيونية. لا يستطيع هذا العضو الائتلاف أو حتى رئيس الائتلاف أن يعني حتى لا يتجرأ أنه يأتي بالسيكوريتي ويقول له طالعوا لبرا، لأنه بنفضح، بده يسمعه ويقول لك طيب طول بالك وهدي بالك وعود وخلينا نحكي معك كلمتين، سينزعج سيصفر وجهه، لكنه لو تجرأ ونادى الأمن العادي الأمن تبع المبنى وقال له اسحبه بنفضح ثاني يوم على يعني في كل وسائل الإعلام. دكتور سعد هذا الأمر ترى مهم جدا. تمام دكتور سعد، أنت عم تقيس جهة في الوقت الحالي أو فئة معروفة ليس لديها السلطة التنفيذية. لو كان لديهم السلطة التنفيذية أنا لا طبعا يبقى الائتلاف أقل رعونة من النظام، ولكن الأشخاص الموجودين. بس ما لازم أقارنه صراحة. لا أنا لم أقارنه هذاك الدكتاتوري قاتل مجرم، ولكن الوقت الحالي في الائتلاف التداول في السلطة مثل ما كانت الأشخاص تتبادل بين أكس من الناس وزيد من الناس لمدة دورتين أو أربعة، وهذا ما لا يريده الشعب السوري. الشعب السوري يريد من هذا الجسم الذي تصدر المشهد السياسي أن يقدم له الحلول المناسبة، أن يتدخل لدى الدول أو لدى الجهات الفاعلة من أجل إنقاذ هذا الشعب، وقف قتل الشعب. لا يريد إكس من الناس تداول السلطة، ما لا يريد هذا الأمر الشعب السوري. الشعب السوري يريد من تصدر المشهد السياسي أن يقدم لديه أو ما أكثر مما لديه، حتى يشعر أن المواطن السوري من قدمهم لتمثيله هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير. إذا مجرد تبديل المناصب نحن معناته هذا ليست بالديمقراطية وليست بالأمور. يعني أنا معك، أنا ما أقول شو، أنا ما أقول عكس الكلام هذا مشان بس ما أقول إنه الموضوع، لكن موضوع الديمقراطية ما هي الديمقراطية؟ هي مشاركة الناس في حكم أنفسهم بالأساس، صناعة القرار من قبل الناس من قبل. نعم. أنا أقول ما أقول إنه الائتلاف يستطيع أن يكون بهذه العملية بالمية، لكنه هو خطوة بالأساس. أنا أتكلم ليس الائتلاف أخي، أي قائد من قادات الفصائل. خلينا ناخذ اي قائد من قادات الفصائل الان، نحن بنقوم هيك كلياتنا بنروح لعنده بنمسكه من هيك بنرابطه بنقول له انت مجرم انت حرامي انت قاتل، صدقا بحسب 300 الف حساب قبل ما يعتقلك. نعم نعم. وهو قادر على فعل ذلك. نعم نعم. هو نعم. عنده سلطه تنفيذيه. لماذا؟ لان هناك نوع من انواع هامش من الحريه. لو فعل اي شيء، لو صفع كف لمواطن بنفضح ثاني يوم على بين بين بالوسائل. نعم هناك تجارب. هذا الموضوع هي جزء من، انا اقول هو جزء مرحله مهمه جدا للانتقال. هل لانه لا يملك القوه والسلطه ام لا. لانه يعني لديه هامش حريه، لان وراي انا الاستاذ علي المخالفني في الراي بدافع عني، ما بخلي ما في في لجنه حقوق الانسان. نعم هذا نعم. رجل عنده هناك عنده حيز من الحريه. تفضل دكتور. نعم. برفع ابني التليفون او زوجتي التليفون بتقول له سعد وفاء معتقل عند فلان مكان. نعم. بما بيخلي عليه بينشره بين هذا. لكن هذا الامر نحن، انا سالني المحقق زمانه في الامن السياسي في فرع الفيحاء وانا في هذا، قال لي ليش بدك تشيل قانون الطوارئ؟ قلت له بس مشان يعرفوني اهلي عندك، ما بدي اكثر من هيك. نعم. انت من حقك تعتقلني ومن حق اهلي اني يوكلوا لي محامي، فانا بدي اشيل قانون الطوارئ مشان يوكلوا لي محامي. بس ما في نعم. تبقى لدينا دقيقتان. كان طرحنا ايضا على تويتر السؤال هل الديمقراطيه مناسبه للوضع السوري الحالي؟ 42% قالوا نعم و 58% قالوا لا. دعني اسمع تعليقك سيدة. طبعا هذا الاستطلاع جيد جدا. نعم تحدثنا انه على الشعب السوري وما يعانيه في الوقت الحالي. هذه الوصفة الديمقراطية مثل ما قال الدكتور سعد لا تعطى حقنا، علينا ان نجهز الشخص قبل كل شيء ونبني الانسان من الصغر الى الكبر حتى يهيئ ويكون في المستقبل قادر على ممارسة الديمقراطية الصحيحة. وسبب ثورتنا هو الخلاف بين السلطة والشعب. السلطة تريد الاستئثار بالحكم والشعب يريد المشاركة في الحكم. هذا ما كان سبب ثورتنا فقط، ليس هناك أي سبب. هذا النظام الذي أراد التمسك بالسلطة أراد الشعب انتزاع حقه من هذا النظام القاتل المجرم، فكانت المبادرة بالعكس. إذن هذا الاستطلاع أنا أؤيده بالمية مية. علينا قبل كل شيء إعادة تهيئة المواطن والشخص وبناء الإنسان من جديد. نعم. أنا أقول أن هذا الأمر بحد ذاته هو دلالة على الديمقراطية، وهذا الأمر هو ما حصل في مصر
أحمد شفيق أخذ 49% أو ما يقارب 49%، ومرسي رحمة الله عليه أخذ 51%. لكن الحل ليس بإنقلاب عسكري، الحل عبر البرلمان. يعني أنا بالأساس سيسبب مرسي، سيسبب النهضة بغض النظر عن يعني هذا أزمات دكتور أو مشاكل. مصر أن الانقلاب العسكري يوجه لدي أنا أو مشاكل. ولم أتكلم نعم. بالانقلاب العسكري على الإطلاق ولا أؤيد الانقلاب العسكري، لا يؤيد أبداً ولا المجلس العسكري ولا العسكر. أشرت لدي فم المشاهد بأن أنا ما نعمل انتقال بس أنا ليس الحل للأزمات التي تأتي بهذه المرحلة الانتقالية، ليس الحل لقلة الأمن بمثلا في 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 فرض قانون طوارئ بالحق بالشمال السوري، يعني الحل الأمنية في هذا تطوير الحل الأمني، تحسين الحل الأمنية في الشمال السوري، ليس الحل انه نسوي عملية ديكتاتورية بانه نسوي قانون طوارئ ونمنع التجول، هذا مو حل. الحل الحقيقي، الحل الحقيقي انشاء سياسات عبر البرلمان اللي هو السلطة التشريعية، هذه السياسات تنهي الأزمات، هذا الحل الوحيد. ليس هناك حلا آخر يؤدي إلى خير في المستقبل. فأنا لست مع الأغلبية الذين يقولون الشعب السوري غير مهيئ للديمقراطية، أنا أقول الشعب السوري مهيئ لأكثر من الديمقراطية. أنا صيغة السؤال، هل الديمقراطية مناسبة للوضع السوري الحالي في ظل غياب المؤسسات وتهدم يعني كيف سنبني المؤسسات عبر الديمقراطية؟ وأنا عبر أقول أن الشعب السوري نعم يعني انتهى الوقت تماما. أشكرك جزيل الشكر السيد أو الدكتور سعد وفائي، سياسي سوري ومحاضر في جامعة حلب الحرة، كما أشكر السيد علي رشيد الحسن رئيس هيئة القانونيين السوريين للعدالة وحقوق الإنسان، كما أشكر الحضور الكرام، حياكم الله جميعا، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل زوال هذا النظام المجرم وبناء دولة سورية ديمقراطية قوية بإذن الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.